بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف على الـ Work Products and Documents. هي أحد التولز اللي في البريمافيرا اللي بتخليني أقدر أربط الملفات بتاعت العمل أو الـ Documents بتاعتي مع الـ Time Schedule. عشان أوصل لها بروح أضغط على الأيكون اللي موجود هنا خاص بـ WPS Work Products and Documents. لما بضغط عليه بيفتح الويندو الخاصة بيها. من هنا أقدر أدوس على علامة الزائد عشان أضيف Document جديدة. فمثلا ممكن هقول له ايه كواليتي بلان مثلا، وبيسالني الاستيتس بتاعتها ايه، هل هي ابروفد متوافق عليها، كومبليتد منتهيه، ان بروجريس لسه جاري العمل فيها، نوت ستارتد لسه ما بداتش، اون هولد متوقفه، اندر ريفيو جاري مراجعتها. الدوكيمنت كاتيجوري بيفتح لي بعض الكاتيجوريز عشان اختار منهم. موجود عندي ابلكيشن سوليوشن برودكت بالدوكيمنت بزنس كيس وهكذا، بقى مجموعة من العناصر اللي انا اقدر اختار منها الكاتيجوري. طيب لو مش موجود حاجة عن الكواليتي انا ممكن اروح للادمن واختار ادمن كاتيجوريز واختار دوكيمنت كاتيجوريز وازود كاتيجوري، ومثلا ممكن اقول له ايه كواليتي دوكيمنتس. قبل ما نخرج من الدايلوج بوكس ده برضو بالمناسبه خاص بالدوكيمنت ستيتس نفسها، الدوكيمنت ستيتس اللي احنا شفناها من شويه نوت ستارتد وان بروجريس، ممكن ان انا اغير فيها من هنا، اعدل في الاسماء او الغي او احذف او اضيف. ممكن اضيف واحد واخليه مثلا سوبر سيدد مثلا وهكذا، بحيث ان انا لما هدخل هنا في الستيتس ممكن الاقي ان هو سوبر سيدد دي ظهرت زي ما انا عايز بقى ان انا ايه اضيفها. الكاتيجوري احنا زودنا الكواليتي، هنبدا نلاقي فيه كواليتي دوكيمنتس اهي موجوده. الفيرجن ده فيرجن 1 ولا 2 ولا ايا كان. القوائم اللي هنا او الديتيل ويندو ممكن ان انا اعدل فيها برضو بعض الخصائص. هنا التايتل اللي كتبناه فوق كواليتي بلان فيرجن 2، الريفيجن ديت التاريخ المراجعه بتاعها كان كام، والكاتيجوري اللي اخترناها كواليتي، الاوثر اللي عاملها، الريفرنس نمبر لو فيها رقم مثلا رقم خاص بالدوكيمنت نفسها، الستيتس احنا قلنا انها ابروفد، والديسكريبشن ممكن ان انا ادوس موديفاي هنا واكتب اي ديسكريبشن انا عايزه، اقول مثلا this document is related to quality واوصف مثلا حاجه معينه. الفايلز لو انا عايز ان انا اتاش الفايل او اعمل لينك ما بين الفايل والجدول الزمني هدوس هنا وهختار مثلا ادور على الكواليتي بروجكت كواليتي بلان. اقدر ان انا ادوس لانش هنا، لو دوس لانش بيفتح لي طبعا الايه الدوكيمنت نفسها كاني بضغط عليها دبل كليك في الويندوز عادي. هنا الاساينمنت للربط بالانشطه. طيب خلينا قبل ما نبدا نربط بالانشطه نضيف كذا دوكيمنت. هنقول مثلا عندنا برضو ايه الكونتراكت، وعايزين مثلا نزود برضو البي او كيو والكونتراكت اكيد كومبليتد مفهوش كلام. الكاتيجوري ممكن تبقى ضمن البيد مثلا او لو في كونتراكتس اهي. وهكذا ممكن اربط برضو الملفات البيو كيو. والكونتراكت ممكن اعمل اتاش. مفيش عندنا حاجة خاصة بالكونتراكت. طيب ممكن نغيرها ونخليها مثلا ايه السبيكس واربطها مع فايل السبيكس ده، وممكن ازود برضو الدروينج، ازود مثلا الايه سايت لاي اوت واقول مثلا ان هو ان بروجريس او اندر ريفيو مثلا، تقدم الاستشاري ولسه بيتراجع. والدوكيمنت تايب High level design specification أو detailed design specification، أو ممكن أعمل حاجة أنا للدروينجز مخصوصة.
وهكذا. السبيكس ممكن بلاش كونتراكس، ممكن تبقى مع السبيكس برضو وهكذا. ببدأ بقى ان انا ايه اربط الملفات نفسها بحيث ان انا واقف على اي واحد فيهم اقدر اعمل لانش واوصل للدوكيمنت نفسها. دي كنا قلنا السايت لاي اوت، ناخد الدي دبليو جي دروينج. تمام احنا كده ربطناهم، دي كده الويندو بتاعت دبليو بي اس اند دوكيمنتس. ممكن ان احنا نشوف الكلام ده من الاكتيفيتيز عن طريق ان انا هعمل اساين. الاساين ممكن اعمله من هنا من التاب ده، اقول له اساين مع اكتيفيتي، او العكس ان انا ممكن اكون عند الاكتيفيتي نفسه، هوصل للاكتيفيتيز وافتح التاب بوتون اللي هو دبليو بي اس اند دوكس وهقول له اساين. هنا هي اساين دوكيمنت، ممكن اقول له مثلا هنا محتاج السبيكس، وفي النشاط دوت محتاج الكوالتي بلان، النشاط ده محتاج السايت لي اوت، وفي النشاط ده محتاج البي او كيو. وبرضه ممكن ان انا اشوف الكلام ده بتاع الاساينمنت من الشاشه بتاعت ال دبليو بي اس نفسها. لو رحت لها واخترت اساينمنت، لما هقف على كل واحد فيهم هشوف الاكتيفيتي اللي اسايند عليه الدوكيمنت هو ايه، يعني الكواليتي بلان اسايند على ايه، السبيكس اسايند على بي، اللي بعديها على سي، اللي بعديها على دي وهكذا. طبعا لو حبيت ان انا اعمل ريموف بعمل ريموف من هنا لاي دوكيمنت متخصصه على احد الانشطه. وبكده نبقى اتعرفنا على الدبليو بي اس والدوكيمنتس.